بالنسبة للأجواء ديال الامتحانات تتمر في ظروف استثنائية، ولكن كنا حضرنا لها جميع المقومات من تعقيم وتشوير بالنسبة للطلبة وتحسيس عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة، وتنظر الحمد لله دونك بوغ لو مومون كل شيء دايز مزيان، ما عندناش مشكل. بيان سور يا دي شاك فوا تيكون دي بتي بروبليم ا جيري، مي اون اريف ا لي سورمونتي. ماشي كيف قبل كانوا امتحانات تجي تتوقف تتعطي الامتحانات الاساتذه تيمشي يدوزوا امتحانات ديالهم بدون مشاكل. دابا خصك توقف عند الباب تشوار، خصك توقف تيدخلوا الطلبه، عاد خصك تقوم بالعمليه البيداغوجيه التكميليه للامتحانات. ولكن الحمد لله دونك حنا مجندين اساتذه والطلبه واداريين لهذه المساله، ولو طرافاي ديكيب بي. بمناسبه نشكر جميع مكونات الكليه متعدده التخصصات وكذلك مكونات الجامعات القاضي عياض على الدعم. وهذه الامتحانات حنا عندنا 3 سنتر ان فيت، عندنا سنتر ديال اسفي هو المركز الاكبر، وعندنا مركز في اليوسفية واصغر من المركز ديال اسفي، وعندنا مركز صغير في السويره. الأجواء ديال الامتحانات ديال الطلاب بأنه داز بامتياز، بأنه كاين حد عملية تحسيس وتوعية داخل القاعات، وبأنه كاين مواد التعقيم، بزاف ديال الوضعيات اللي قمنا بهم. وحنا الحمد لله دابا حنا دوزنا أجواء امتحانات مزيان الحمد لله. حنا كطلبة ديال كلية متعددة التخصصات بديت آسفي، دازت أجواء جميلة، أجواء في الكلية دازت أجواء تنظيمية، وكان تعقيم وكان كل شيء على ما يرام، لكن كان واحد العائق شويه لانه هو التلاميذ بقاو في الشمس واحد المده طويله شويه، وهذا كان عائق بالنسبه للتلاميذ على انه غيدوزو امتحانات وبقاو شويه في الشمس. واما بالنسبه للتنظيم داز مزيان. الاجواء ديال التعقيم وداك الشيء داز مزيان هي هذيك، ولكن كاين واحد العائق اللي ما غيقدرش يتحملو الانسان، هو انه كان روطار وبقى بزاف بنادم في واحد الحراره اللي ما غيقدرش يتحمل، يعني فاش غيدخل الكلاس غتجي واحد الاجواء شويه راسي يقدر يضرو بزاف تاع الحوايج. دازو الامتحانات زوينين تبارك الله هما هذوك، وداز شله خطوات اللي بنادم يقدر ما يتحملهمش، يعني بنادم داخل لواحد الكلاس يعني خصو يدخل بواحد الرفاهيه، يعني داخل مرتاح، مش بحال الانسان اللي كان واقف في الشمس في واحد الحراره وبقى واحد المده طويله وكاين صف بزاف تاع البشر. بالنسبه للامتحانات مقارنه مع الدوره الماضيه كانوا امتحانات يعني احسن، يعني التنظيم احسن كنظن بالنسبه ليا، كنت حد بالنسبه ليا حيت كنشوف بعض الطلبه لقاو بعض المشاكل، ولكن بالنسبه ليا كان التنظيم جيد ومتحكم فيه. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.